قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أهلا بحضراتكم. اليوم نتوقف مع أحد أعلام ومؤسسي دولة التلاوة في مصر في ثلاثينات القرن الماضي، وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد الصيفي رحمة الله عليه، صاحب التسجيل الكامل والمجود للقرآن الكريم في الإذاعة المصرية في ذلك الوقت. هو أيضا مكتشف المواهب، كان يسافر للقرى وللنجوع حينما يسمع أن هناك قارئ للقرآن الكريم ولديه الموهبة. رحمة الله عليه الشيخ محمد الصيفي في مصر دولة التلاوة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. امتلك الشيخ الصيفي صوتا عميقا قويا جهوريا يمكنه من القراءة بدون مكبرات صوتية، واختار أن يواصل تعليمه حتى تخرج في كلية الشريعة والقانون. كان الشيخ الصيفي في كل تلاوة يقدم أسلوبا مختلفا، وكأنه لا تنتهي عجائبه كشأن القرآن الذي يحفظه. رحم الله الشيخ محمد الصيفي شيخ القراء. أهلا بحضراتكم، ونتوقف مع أحد أعلام دولة التلاوة في مصر، هو فضيلة الشيخ محمد الصيفي رحمة الله عليه. أرحب بداية بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم صاحب الفضيلة. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الدكتور. ماذا تقول عن مفاتيح شخصية الشيخ الصيفي كأحد أعلام دولة التلاوة في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشيخ محمد الصيفي ولد 1885، يعني بعد الشيخ محمد رفعت بثلاث سنين، يعني محمد رفعت يكبره بثلاث سنين، وبعد الشيخ علي محمود بخمس سنين، لأنه مولود 1880 علي محمود. أنا بعيد علشان يعني نعيش في الجو ده. أنا أشكر حضرتك والله، حضرتك عرفتنا الأعلام دي وسيرتهم واتولدوا إمتى وتوفوا إمتى ومحطات حياتهم، فبنشكر حضرتك على ده. فعند بداية القرن عنده 15 سنة محمد الصيفي، صح، انتقل إلى رحمة الله تعالى 1955، يبقى عنده 70 سنة. يبقى إحنا عايزين نشوف الرحلة اللي فيها السبعين سنة دي جات ازاي. فمحمد الصيفي رضي الله تعالى عنه كان شخص محب، تقدر انك تخلي مفتاح شخصيته الحب. محمد الصيفي كان هو والشيخ طه الفاشني والشيخ علي محمود والشيخ يعني مجموعة ساكنين في العباسية، كان بيته مفتوح ليل نهار للقراء.
ولأهل الله. محمد الصيفي رضي الله تعالى عنه برضو يبقى عاش في الجو بتاع انه مفيش إذاعة، ما هي إذاعة نشأت 34 وقبلها شوية إذاعات الأهلية اللي هي كانت أو الخاصة يعني اللي كانوا بيعلنوا عن الملوخية والمربى، لكن ده بقى إيه 34 هي الإذاعة المصرية بتاعتنا بقى بتاع. فمعرفوش يدخلوا، هم مشهورين حفظ القرآن، اتصل بالعصر بتاعه عنده 15 سنة عند بداية القرن، يبقى إذن هو أكبر من الشيخ مصطفى إسماعيل بعشرين سنة، يعني أستاذه كأنه. فعايشين ومشهورين، لكن مشهورين في القاعدة الشعبية، لكن ما فيش الصوت ده مش واصل في اليمين والشمال لغاية مأتم الملك فؤاد. مأتم الملك فؤاد كان نقطة تحول زي ما شفنا عند سيدنا الشيخ علي محمود. صح. ليه بقى؟ لأن في أربعة كبار أحيا وشالوا التلات ليالي بتاعة المأتم: محمد رفعت، عبد الفتاح الشعشاعي، علي محمود، محمد الصيفي اللي هو معانا دلوقتي. محمد الصيفي أرى فيه المأتم، فابتدى الناس تسمع لصوت برضو في وسط الأكابر ده، لكن هو كمان متمكن قوي. ولما تيجي تقارنه تجد انه ده صاحب مدرسة. المدرسة بتاعته كان من تلامذته واحد كان اسمه الشيخ محمد سلامة، ويمكن ايه نفرد ليه حلقة برضو الشيخ محمد سلامة. محمد سلامة تتلمذ على محمد الصيفي. محمد الصيفي سمع ان في واحد في بهتيم راجل كويس قوي، فراح له اللي هو الشيخ البهتيمي وجابه الى القاهرة ونزله في بيته. هو كامل يوسف البهتيم. نعم، كامل يوسف البهتيم. ومين من مدرسة محمد الصيفي وتأثر بيه؟ محمد صديق المنشاوي. الله. إذن محمد الصيفي ده شيخ القراء. واضح طبعا. ده مكتشف المواهب. ده ركن من أركان القراءة، لأنه قرأ مع الأكابر دول، مع عبد الفتاح الشعشاعي، مع محمد رفعت، مع كذا. كان ليه وصف للشيخ رفعت، يعني كان دايما شوف الشيخ رفعت ما هو في مكانة عالية. موهبة كبيرة. لا هو بقى كان يقول إن الشيخ منصور بدار ده يعني كأنه أحسن واحد، وبعدين بعديه بقى يجي الشيخ مصطفى إسماعيل. فيقول الله طب فين محمد رفعت؟ يقول لا ده خارج القياس، ده خارج التصنيف، ده خارج التصنيف، ده وداش دعوه بيه، ده هبة السماء. كان يقول على سيدنا الشيخ محمد رفعت هبة السماء، يعني انت ده لوحده. ايوه. واخد بالك؟ في حاجة عند أهل الله والصوفية وكده يقول لك الأفراد. الأفراد يعني ايه؟ نقول لمشايخنا يعني ايه أفراد؟ قول منه لله على طول، على طول. واخد بالك؟ مش منه مثلا انه هو يعني في التصنيف بقى نمرة كام وبتاع، لا ده هو خارج التصنيف لوحده كده، واخد الدكتوراه لوحده. منه لله مع نفسه. منه لله على طول، يعني ما فيش واسطة، يعني ده هبة، هبة السماء. هو نفس فكرة الأفراد دي اللي عند الصوفية هي اللي بينطق بيها الشيخ محمد الصيفي في قوله إيه؟ هبة السماء. هبة السماء يعني منحة ربانية، حاجة مش هتتكرر، حاجة زي كده. فالشيخ محمد الصيفي الحقيقة كون مدرسة، لكن زي ما قلنا إن الموهبة التي يكتنفها ويساندها ويحيط بها العلم
بتبقى محفوظة بطريقة تانية. ولذلك راح دخل الأزهر علشان يدرس وتخرج منه سنة 21 وأصبح معاه العالمية. العالمية دي بتاعت الوقت ده تساوي الدكتوراه بتاعت أيامنا دي. ولذلك إحنا وإحنا بندي للطالب والتلميذ الشهادة بتاعت الدكتوراه ونكتب إيه منح درجة العالمية بين قوسين الدكتوراه دلوقتي. لكن ساعتها كان الليسانس هو اللي اسمه العالمية لأنهم كانوا بيختبروهم اختبار شفوي. كان 12 واحد بيختبرهم اللجنة مش 3 ولا 4 دول 12 واحد بيختبرهم عشان يطلع منهم العالمية دي. فمحمد الصيفي راح في الشريعة والقانون وتخرج منها. كان أصول الدين موجودة في شارع شبرا في مسجد الخزندار. وكان ده هو بقى الشريعة والقانون موجودة المعهد دلوقتي موجود في عبدين اسمه البراموني معهد البراموني. كان هنا بقى إيه مقر الشريعة والقانون اللي تخرج منها الشيخ محمد الصيفي. هو ساكن في العباسية. راح بعد ما تخرج بعمله فيه ايه راحوا معينينه في مسجد فاطمة النبوية اللي هو في الدرب الأحمر. نعم رضي الله. فاطمة النبوية مشهور عنها قضية وهي انك لما تروح وتدعي لها يا رب أتوسل إليك بالسيدة فاطمة النبوية انك تشفي مريضي قوم يشفى. سبحان الله. تجربة كده بالتجربة. قعد هنا من سنة 21 إلى سنة 43 وهو قارئ السيدة فاطمة النبوية. طيب أنا أستأذن فضلتك نشوف إيه اللي هيحصل بعد كده وعلاقته بالقصر علاقته بالملك فاروق والمواقف اللي حصلت ولكن بعد الفاصل. حاضر. شكرا جزيلا لحضرتك أرجوكم خليكم معنا. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. أبو القراء عملاق من العمالقة صوت باص عميق يبدأ بقرار صوتي يشعرك أنه لن يخرج من هذه الطبقة ولن يخرج من هذا المقام وفجأة يصعد إلى أعلى إلى مقام الراست. وكعادة هذا الجيل جيل العمالقة لا يهتمون كثيرا بالنغم على حساب الأحكام. كلهم كانوا متقنون ويظهرون ذلك في قفلات الجمل النغمية. جوابه صريح لا يحد منه الصوت ولا ينغلق ولكن من حين إلى حين يثبت الطبقة وكأن هذه طبقة القرار وهذه درجة الجواب. هؤلاء العمالقة كانوا يقرؤون بالساعتين والثلاثة فلا بد أن من حين لحين يثبت الطبقة حتى لا تهرب منه المساحة الصوتية. الرحمن الرحيم وكأنه يوجه القرآن إلى قلب من يسمعه صوت حقا يمس القلب. مع
خطواتك الأولى على هذه الأرض تجد نفحات القرآن الكريم تخرج من بين طبيعتها الساحرة. هي قرية البردعة بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية التي كانت شاهدة على مولد الشيخ محمد الصيفي أبو القراء وأحد رموز مصر دولة التلاوة. الشيخ الصيفي كان بيجي يسأل عن الناس على القريب وعلى الغريب. الشيخ محمد الصيفي كان بيضع عملية الكتاب لأن ما كانش فيه مدارس في القرية. بقى الوصل من اللي يقدر يعلم ابنه يعلم ابنه أهم حاجة القرآن. بل الإنسان على نفسه بصيرة. قرية البردعة تعتبر من أحسن قرية في القليوبية حافظة قرآن كريم، وده يعني حاجات متأصلة في البلد من زمان. شيخ الصيف دي عالم من أعلام قراءة القرآن الكريم. ومن المسجد العباسي بالبردعة إلى مسجد فاطمة النبوية بالقاهرة وصولاً إلى مسجد الإمام الحسين، هي رحلة قرآنية للشيخ الصيفي استطاع خلالها أن يترك سيرة روحانية عطرة في آذان كل من جلس بجواره ليستمع إلى تلاوته لآيات الذكر الحكيم. برحب بحضراتكم من جديد، وبنستكمل الحديث مع فضيلة الدكتور علي جمعة حول شخصية القارئ الشيخ محمد الصيفي رحمة الله عليه. فضيلة الدكتور أهلا بحضرتك من جديد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فندم. ليه الشيخ الصيفي رفض ان هو يروح القصر للملك فاروق ويلبي دعوته ويحيي ليالي رمضان هناك؟ كان عندهم عزة وكانوا خايفين من قيود البروتوكول. كون ان هو يدخل القصر يبقى في بروتوكول واجب الالتزام به مع جلالة الملك. اكيد كانوا بيروا ان هذا الـ 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 التقييد قد ينتقص من كرامة القارئ اللي حافظ كتاب الله ومعتز به. فهو قال له أنا مش هقدر صحيا على لما اتصلت بيه الخاصة الملكية بتقول له خلاص الملك وافق إن أنت تيجي وعايز يسمعك. قال له أنا أقرأ في الإذاعة وصحتي ما تساعدنيش، لأنه كان يقرأ في الإذاعة لغاية ما وصل إلى مرة في الأسبوع يوم الأربعاء تفتح تلاقي الشيخ محمد الصيف ما أقدرش ألبي الطلبات لأنه بقى تحت الطلب مولانا عايز يسمعني دلوقتي فليسمعني في الإذاعة. فاعتذر من الناحية الصحية. في يعني تحليلي أنا الشخصي إنه دي جاية من التخوف من قيود البروتوكول مع شخصية منفتحة شعبوية رايحة تدور على الشيخ البهتيمي، راح تستقبل الشيخ المنشاوي، رايحة تربي الشيخ محمد سلامة وياخده معاه هنا وهنا. الشخصية دي شخصية منفتحة تتضايق من القيود، اهتمامه في حتة تانية خالص غير القصر، اهتمامه في حتة تانية يعني. خالص لأنه كان محب لكمان أنه اللي هو بيسموه إيه مكتشف النجوم. مكتشف المواهب. فهو مكتشف المواهب الكشافين وده مع القرآن الكريم بتبقى في ميزان حسناته لأنه هو بيؤديها وهو يرجو ثواب الله. طب. أو بيؤديها من حبه في هذا القرآن الكريم لغاية سنة 43 وهو موجود عند الست فاطمة النبوية وبيقرأ الصورة. وبعدين الشيخ بقى علي محمود انتقل سنة 43 فجابوا الشيخ محمد الصيفي مكانه في سيدنا الحسين برضو من 43. الشيخ مات محمد الصيفي سنة 55 يبقى قعد 12 سنة وهو هو قارئ سيدنا الحسين. محمد الصيفي رحمه الله تعالى ربنا رزقه بحاجة بتاع 5 بنات و4 صبيان منهم
حسن الصيفي اللي هو المخرج المشهور ده هو حسن الصيفي ده ابن الشيخ محمد الصيفي ابن الشيخ محمد الصيفي. فالحقيقة إن هؤلاء الناس أثروا مصر وأنا بسميهم أيقونات مصر. فمحمد الصيفي وصل إلى قلوب الناس في الداخل والخارج عن طريق الإذاعة، فأفاد الإذاعة وأفادته الإذاعة. سجل القرآن كله كامل يا مولانا ولا ما كملوش؟ لما كان بقى بيقرأ يوم الأربعاء كان بيقرأ القرآن مجود، فضل مستمر ومثابر على يوم الأربعاء ده لغاية ما تمت ختمة. تم الختمة. تم الختمة. فالحمد لله أنه كان ممن حفظ الله لنا أصواتهم وأدائهم وتجويدهم. رحمة الله عليه رحمة واسعة، أحد أعلام ومؤسسي دولة التلاوة في مصر الشيخ محمد الصيفي. ومكتشف المواهب. ومكتشف المواهب طبعا بكل تأكيد. متشكر جدا فضيلة الدكتور علي جمعة. شكرا لحضرتك. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. كان عبد الله بن مسعود يقول: خمس آيات ما يسرني أن لي بهن الدنيا وما فيها، إحداهن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وهذه من سورة النساء. والثانية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وهي من النساء. والثالثة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وهي من النساء. وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهي من النساء. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وهي من النساء. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أو